حشد شعبي شهدته محافظة الضالع احتفاء بالذكرى 55 لثورة 26 من سبتمبر. يأخذ العيد في هذه المحافظة شكلا آخر ليس كباقي الأعياد السابقة لما له من دلالات تاريخية في ظل الوضع الراهن. يوم سبتمبر يوم الثورة والحرية لم يقيد فكرا، لم يشنق إعلاميا، لم يقطع لسان صحفيا، بل دعا إلى الحرية كما دعا الله عز وجل إليها. خرج أبناء الضالع من مختلف المديريات والقرى للمشاركة في إحياء يوم الثورة الخالدة تأكيدا لخيار الجمهورية ورفضا للمشاريع الإمامية الرجعية. ونتمنى أن نحتفل وقد تحقق ولو الجزء اليسير من أهداف ثورة 26 سبتمبر المجيدة. وسط حضور رسمي وشعبي كبير أقيم في منطقة الجبارة بمديرية قعطبة حفل خطابي وفني إحياء بذكرى إعلان ميلاد الجمهورية اليمنية. تضمن الحفل فقرات خطابية وفنية مجملها عبرت بطريقة أو بأخرى عن عظمة ثورة 26 من سبتمبر، وجدد الجميع هنا المضي قدما في تحقيق أهداف الثورة والجمهورية والدفاع عنهما ودحر الإماميين الجدد. ستنتصر اليمن وستنتصر الجمهورية، لن نتخلى عن النظام الجمهوري ما حيينا، وسنوصي به جيلا بعد جيل بإذن الله حتى تنتصر اليمن. الشعب اليمني متمسك بها وسيحميها ويبذل دماءه من أجل الحفاظ عليها، ولن نعود الى الوراء. رجال الابطال في كل بلد وفي كل قريه وفي كل بيت وفي كل جبل مرابطون ومناضلون من اجل الثوره ومن اجل الحريه. ان هذا الاحتفاء بثوره سبتمبر يؤكد الانتصار لقيم الثوره واهدافها ورفضا لعوده الامامه الرجعيه. محمد مريسي، قناه بلقيس، محافظة الضالع.